حبيبات وبنيات وخيات وصديقات العمر ورفيقات الحياة يا رب حقق منهم واجيب مبتغاهم واصلح لهم نيات وذريات وبارك لهم في مالهم وصالح أعمالهم يا رب. أني أحبهم فيك يا رب، جعلت بيني وبينهم رابط، فيا رب العالمين تقوي هالرابط وتمد فيه يا رب العالمين. يا رب جعل صلتي فيهم ما تنقطع يا رب العالمين، صخر لهم واهدي لهم وبارك لهم وارحمهم واعطيهم يا رب، انك تعلم ما بصدورهم واني لا اعلم يا رب. جميع ما يحمله جوالي من جميع الارقام وجميع الاسماء فهو عزيزين على قلبي، فهو يا رب العالمين عزيزين على قلبي وعزيزين عليك، فيا رب العالمين حقق منهم واجيب مبتغاهم واصلح لهم نياته وابعد عنه كل لوبيه والامراض يا رب العالمين. اللهم بارك لهم، اللهم اصلح له النيه والذريه، اللهم حقق منهم، اللهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم يلي جعلتني في بيتك في رضا. عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب كل خير، وإننا نبدأ في دقائقنا النهاردة بنسلم الله ونصلي على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة محل بها العقد وتنفرج بها الكربات يا رب العالمين. احنا دلوقتي يا حبيب قلبي في الحرم المكي، ربنا يا رب يكتبهلنا ويكتبهلكم يا رب ويكتبها لكل مشتاق. احنا دلوقتي ساحة الحرم، دلوقتي ما شاء الله تبارك الله في ساعة صلاة الفجر، احنا في صحن الكعبة هوت ما شاء الله تبارك الله، زي ما انتم شايفين كده الطواف رايق وفايق زي الفل ما شاء الله. يا رب يكتبها لنا ويكتبها لكم ويكتبها لكل مشتاق يا رب، ده حاجه جميله ومتعه متعه متعه يا رب. انا ما صليت الظهر ولا العصر ولا المغرب يا رب العالمين، لما ادخل سلام عليكم. ودلوقتي يا حبيب قلبي ان شاء الله بقى يعني حالا ان شاء الله دلوقتي هينقلوا شعائر صلاه الفجر من الحرم المكي ما شاء الله تبارك الله، حاجة جميلة جدا جدا. وصوت المشايخ حاجة روعة روعة روعة، الشيخ بندر بليلة والشيخ ماهر المعتلي وياسر الدوسري ما شاء الله تبارك الله. بس أجمل حد بصلي وراه يعني وببكي هو ماهر المعتلي ما شاء الله تبارك الله، صوته جميل جدا 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 ما شاء الله تبارك الله. يا رب يكتبها لكل مشتاق ويكتبها لكل سامع ويكتبها لكل حبايبي المتابعين المزياد، يكتب لهم العمر يا رب وزارة الرسول صلى الله عليه وسلم. يا رب يا رب يا رب يكتبها لنا ويكتبها لكم يا رب، حاجة جميلة وحاجة عظيمة وما شاء الله تبارك الله. لما تروحوا هتشوف الناس من كل الأماكن من كل الدول، زي ما قال القرآن الكريم يأتون من كل فج عميق سبحان الله، يعني كله جاي طلب رضا ربنا وكل جاي مش عارفه اتكلم والله، يعني خلاص الواحد هيعيط، الكل بيتغى مرضات الله وعايزين نغسل ذنوبنا ما شاء الله تبارك الله. لما بتستشعر وتحس كده وانت بتطوف حوالين الكعبه شيء عظيم جدا 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 ما شاء الله. احنا كنا طبعا بنعمل عمره في اي وقت احنا عايزين، بس يلا الحمد لله ربنا يكتبها لكل مشتاق ويكتبها لنا تاني يا رب. نحن نروح المكة ونروح المدينة ونصلي في الروضة الشريفة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتحس إحساس عمرك في حياتك ما حسيته، كأنك في قطعة من الجنة ما شاء الله تبارك الله.
ويا رب يا رب يكتبها لكل متابعيني وكل حبايبي. ودلوقتي خلاص معاكم صلاة الفجر ومحرم المكة. وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أن واللي ما اشتركناش في القناة اشتركنا في القناة، وربنا يسكنكم.